الجدول الزمني للشيخة موزة بنت ناصر آل مسند. من هي الشيخة موزة بنت ناصر آل مسند؟ هل تعلم كيف غيرت مجرى التاريخ في قطر والعالم؟ كم من شخص حول العالم تأثر بجشعها وانتقامها وحبها للسلطة؟ كم عدد المواطنين والأطفال في دولة قطر الذين حرموا من حقوقهم الإنسانية الأساسية؟ هل تعلم أين وكيف كانت تنفق ثروة الدولة العائدة لمواطنيها؟ تابعنا لنضع نصب عينيك الحقيقة التي ظلت مستترة عن الجميع، فإنه قد حان وقت الكشف عن الظالمين.